إذن مشاهدينا الأعزاء، انطلق الشوط الثاني، وهو الشوط الأول لفئة القعدان من مسافة الكيلو والنص. إذن مشاهدينا الأعزاء، رأينا في الشوط الأول مهابة لعلي بن عبد الله آل يحيى المري التي انتزعت كأس هذا اليوم للبكار، وإذن هنا كأس آخر يقدم للقعدان. إذن مشاهدينا الأعزاء، ننطلق مع محلل سعيد بن حمد بالزيوح المري وثاني المراكز، وصل مقدام علي بن عبد الله آل يحيى، إذن شعار مهابة وثالث المراكز. مشاهدينا الأعزاء، نرى الزورة سعيد بن حمد بالزيوح أو نرى مصيحان مبارك بن محمد بن سعيد المري، ورابع المراكز مشاهدينا الأعزاء نمرود سعيد بن زايد بن سعيد الخيارين، وخامسا هنا نرى الوعب ناصر بن علي الشيبة. إذا مشاهدينا الأعزاء، عودة إلى محلل محلل محلل، نعود إلى محلل ونعود إلى شعار بالزيوح، هذا الشعار الذي اكتسب عديد من النواميس سعيد بن حمد بالزيوح المري. إذا مشاهدينا الأعزاء، ها هو محلل مشاهدينا الأعزاء يبعد مسافة ملك سعيد بن حمد بالزيوح المري، ثاني المراكز مشاهدينا الأعزاء نرى مقدام علي بن عبد الله بن يحيى، وثالث نرى شعار الخيارين مع نمرود سعيد بن زايد الخيارين، ولكن نعود إلى المحلل سعيد بن حمد بالزيوح المري. مشاهدينا الأعزاء، إذن يباعد المسافة محلل، ما سلام يا سلام، إذن المحلل 200 متر أخيرة، إذن الكاس إذن يذهب إلى بالزيوح، تهانينا خط النهاية يقف احتراما، إذن هذه يقترب من خط النهاية محلل، وهذه لحظات وصوله، يا سلام. إذن مشاهدينا الأعزاء، كأس المخصص للقعدان يذهب مع محلل سعيد بن حمد بن زيوح المري وثاني المراكز نمرود سعيد بن زايد بن سعيد الخيرين، وثالثا مقدام علي بن عبد الله اليحيى. التوقيت الزمني 2:11 82 جزء من الثانية، تهانينا لمالك محلل سعيد بن حمد بالزيوح.